السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا في هذه الحلقة معي ضيفين كريمين عزيزين، الكابتن محمد بيبو المدير الفني لمواليد 2005 بنادي الزرقاء الرياضي. أهلا وسهلا كابتن محمد. أهلا بك كابتن أحمد. أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ومعانا طبعا الكابتن احمد فواز مدير قطاع البراعم بنادي الزمالك مطروح. اهلا وسهلا كابتن. اهلا فيك يا كابتن احمد، ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك كابتن، انا سعيد جدا ان انا اكون مع حضرتك. حبيبك ده شرف ليا والله يا كابتن. الله يخليك، ربنا يبارك في حضرتك. طبعا في بدايه هذه الحلقه، طبعا مجموعه النار، مجموعه الموت، المجموعه الثالثه، مجموعه بحر للممتاز به، يوجد بها مفاجات. طبعا دمنهور يتنازل عن صدارته للمجموعه الثالثه، مجموعه بحري، طبعا بعد الخساره امام نادي ديكرنس بهدفين نظيفين مقابل لا شيء في المباراه التي جرت بينهما اليوم على استاد دمنهور الرياضي. طبعا فوز غزل المحله، غزل المحله النادي العريق، نادينا الكبير، يفوز على نادي الرجاء بهدفين نظيفين ايضا بملعب الرجاء. طبعا يتصدر المجموعة، برضو ما ننساش أبو خيل للأسمدة، فاز على الحمام بأربعة أهداف نظيفة. طبعا فاركو برصيد 35 نقطة، يلي غزل المحلة مكرر 35 نقطة، والعاب دمنهور في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، والمنصورة في المركز الرابع بعد خسارته من فاركو اليوم بثنائية نظيفة برصيد 30 نقطة. دي مجموعة الموت. طبعا جميع الفرق من الأول حتى السادس متساويين، وجميع الفرص متساوية للصعود للدوري الممتاز، ولكن أقربهم إن شاء الله يكون نادي غزل المحلة، النادي العريق الجدير الذي فاز على نادي الرجاء بهدفين نظيفين. في البداية بحب طبعا أرحب بضيوفي للمرة الثانية. بالنسبة كابتن بيبو كمواليد 2005 بنادي الزرقاء الرياضي، عايزك تكلمنا كده عن 2005، كده البداية كانت شكلها ايه؟ البداية الحمد لله رب العالمين بدأنا بشكل كويس، اللعيبة جات لنا، عملنا طبعا اختبارات ومقاييس على اللعيبه، تمام، شفنا اللعيبه الجدد اللي جايه طبعا لنادي الزرقاء الرياضي ممتاز به، اللعيبه مستوى كويسه، وفي لعيبه طبعا مستوى قليل، بنبدا تمام. نشتغل عليه بشكل كويس، بنبدا نشتغل على النواقص اللي عنده، بنعمل اختبارات ومقاييس طبعا في البدايه الاول ان احنا نشوف اللعيب ايه الناقص عنده، نكمله طبعا ببرنامج علمي، لازم تمام. نبدا نشتغل مع اللعيب عشان نقدر نوصل لمستوى كويس في البطوله. طب بالنسبه لانتقاء اللاعبين في الاختبارات التي اقيمت في الاسبوعين الماضيين، بدانا افرزت طبعاً عن لاعبين بدانا عملنا فرز كويس طبعا التقينا فرز ولا انتقاء؟ لا انتقاء الحمد لله رب العالمين. يمكن شفنا كام لعيب في الفتره اللي جت، عندنا كريم طبعا، كريم وليد لعيب كويس جدا، تمام. عندنا من اللعيبه اللي جايه من سيناء، بعض اللعيبه مميزين جدا جدا يا كابتن احمد. لا طبعا اللي هم طبعا اللي تبع الكابتن اشرف هاشم، مدربين كويسين، جايب بعض اللعيبه كويسه جدا، لعيبه عندها فكر كوره، لعيبه عندها ثقه يعني جامده جدا في الملعب. قوام الفريق اكتمل بدايه فتره الاعداد والمعسكر ان شاء الله الاسبوع القادم اكيد، خلاص ان شاء الله. خلاص بنؤكد على الكلام ده، الحمد لله احنا ثبتنا تشكيل وثبتنا اللعيبه اللي عندنا، هنبدا طبعا من الاسبوع القادم نشتغل عليهم خلاص ان شاء الله، ان احنا نجهز ان شاء الله للبطوله بشكل كويس. تمام. كابتن احمد فواز طبعا من الناس الجميله، احكي لنا بقى سيرتك الذاتيه عشان الناس بتقول يا احمد فواز دبل كده. تمام. طبعا بدات تدريبك فين يا كابتن احمد؟ انا حضرتك بدات تدريبي في المركز الاولمبي بالمعادي، تمام، من 2005 كده، كان جات لي اصابه بعد كده دخلت مجال التدريب بقى، تمام. الحمد لله بفضل الله مريت بجميع الدورات التدريبيه من الاساسيه حتى اللايسنس البي يعني، تمام. الحمد لله بقى الحمد لله درست في الاحمال حتى التغذيه، تمام، حتى لسه ده واخد دوره حتى في الكمال اجسام، حتى يقول لك ازاي كمال اجسام، تمام، او مدخلها. حبيت ان انا اذا ربنا سبحانه وتعالى كرمني بحاجه فيما بعد ممتاز او ممتاز بيه،
اتعلمتي ايه العضلات اللي اقدر اشتغل عليها كويس، تمام صح، ايه الحاجه، ايه الحاجه مثلا يعني من كتر المعلومات الواحد الحمد لله في مجال الرياضه، بس لقيت حاجه يعني ان عضله السمانه مثلا دي ما كنتش انا اعرف حاجه زي كده، ان هي اكتر عضله بتخلي القلب يضخ دم للجسم، يعني بتخلي الجسم كويس جدا. عضله السمانه، السمانه لدرجه ان حضرتك بيقول لك حتى السمانه فيها شكل من شكل القلب مثلا. تمام، دي حاجه بسيطه جدا معلومه بس هتفيدني كتير في شغلي مثلا، بقول لحضرتك كده. الحمد لله ربنا كرمني اشتغلت في نادي الصيد. تمام. الحمد لله حصلت معانا بطوله الناشئين، طبعا كنت هناك في نادي الصيد. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله جيده جدا. مسكت منتخب الجامعه الامريكيه بفضل الله، منتخب الجامعه الكنديه، اشتغلت في نادي الاهلي بفضل الله طبعا. تمام. نادي دجله طبعا. من احسن ايام حياتي طبعا اللي هي في التدريب. تمام. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى كرمني ان انا حضرتك يعني اتشرفت بيك ان حضرتك تمسكني مدير قطاع البراعم، دي حاجه شرف ليا. وان شاء الله كابتن احمد يعني انت تصير ذاتيه مدرب في الاهلي، مدرب في وادي دجله، مدرب في الصيد، يعني مدير فني منتخب الجامعه الامريكيه. الحمد ده لله. حاجات جيده طبعا. وسافرت برضو تجربه في السعوديه بفضل الله برضو. كان نادي يا كابتن؟ هناك انا اشتغلت تبع اللجنه الاجتماعيه بالحكومه السعوديه ذات نفسها، وتعمل لي اقامه هناك، كنت ماسك مدير فني للاكاديميات هناك. ومسكت في هناك بيبقوا رجال اعمال السعوديين بيبقوا عاملين حضرتك فرق ليهم، برضو مسكت فريق العربي السعودي هناك كان درجه اولى طبعا. تمام. والحمد لله طبعا المهم بالنسبه لي ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظن حضرتك في الفتره اللي جايه، ان احنا نعمل قطاع براعم مميز باسم نادي الزمالك باذن الله. وانا بحاول ان شاء الله ان انا هعمل لكل ولد حاجه جديده، ان انا الحاجه اللي كنت نفسي اعملها ان انا امسك حاجه زي كده. ان انا باذن الله اعمل ايفالويشن لكل ولد. تمام. وهعمل فايل لكل ولد، هعمل فيه قياسات لكل حاجه عند الولد. القياسات ديت هتوريني الولد بتدور ازاي معاه في الفترات. تمام. اللي هو معاه في خلال الموسم. انت شغال بطريقه علميه بحته وبطريقه منظمه، بحيث برضو النظام في المجال او في كشغل القطاع هيفيد بالنجاح اكيد للولد. ما هو لحضرتك حاجه يبقى انا اللي اتعلمته كده مفيش منه اي لازمه، يعني لازم اللي انا اتعلمته واللي انا درسته ان انا استفاد بيه، ولازم يتطبق على الولاد. ان انا حضرتك شفت كتير مدربين محترمي ليهم وتقديري ليهم، يعني الولاد دي امانه، الامانه ديت ان انا لازم اتعامل معاها كويس جدا. ان انا ممكن اتعامل مع ولد في مراحل سنيه بالذات المراحل بتاعه البراعم، المرحله دي بتبقى قبل مراحل البلوغ. تمام. فيها اسمها مراحل نمو للولد، ليها تقنيات علميه في التدريب مش هتعامل معاها باي شكل. تمام. في مده للاحماء، والاحماء ده بيكون بالكوره ولا من غير الكوره. بلاقي الناس بتتعامل مع الاحماء دوت مع احترامي، يعني ده الاحماء ده مهم جدا للولد اكيد طبعا، وذات مراحل البراعم دي لازم يكون بالكوره. ولازم في المراحل ديت يكون. طب نقوله فايده الاحماء كده، التسخين قبل بدايه المباراه او التدريبات. هو الفايده العلميه للاحماء هو تجهيز الجسم وتجهيز العضلات للشغل اللي انت هتشتغله، وتنشيط الدوره الدمويه. تمام. والوقايه من بعض الاصابات. تمام. هو ده المهم، ان الاحماء وازاي اتعامل معاه، ازاي اعمل تدريبات، ازاي اعمل تدريب مركب، ازاي الوحده التدريبيه للمدرب بيعملها تكون تخدم، والاحماء دوت يكون بيخدم للوحده التدريبيه للمدرب بيعملها، ده مهم جدا. فهي الحاجات دي الواحد باذن الله بيتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعملها. بيحاول ان هو يقعد مع المدربين، ازاي يوقف الولد في الملعب، ازاي الولد يعرف يفتح الملعب امتى، يعرف يمسك مان تو مان امتى، يغطي امتى، يطلع الكوره من رجله ازاي، التحرك من غير كوره. تمام. كل الحاجات دي باذن الواحد يتعلمها، والحمد لله فات تعليم من تجارب كتير. فبحاول باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ان انا اقدر الحاجات دي كلها ان انا اطبقها على البراعم في نادي الزمالك باذن الله، إن شاء الله. ويكون حاجه مشرفه ان شاء الله، واكون ادي المسؤوليه اللي حضرتك اديتها لنا باذن الله كابتن احمد. ان شاء الله. كابتن بيبو، كلمنا بقى عن الاختبارات الخارجيه اللي هتبدا باذن الله بدايه من الاسبوع المقبل باذن الله، وبالاخص مرحله ال 2005 اللي انت مركز عليها تركيز كلي. هنبدا نتحرك ان شاء الله من خلال الاختبارات اللي جايه، لان هنخرج هنختار اللعيب اللي احنا فعلا محتاجين التمركز بتاعه ده، هنشتغل عليه ايه عشان نبدا لما اللعيب يدخل الفرقه. طب اللعيب المميز الاميز بقى اللي هو منتقم من الاختبار ده هيخش النادي بمقابل ولا من غير مقابل؟ لا، المميز ده طبعا هيكون من غير مقابل. مستثنى. طبعا، عشان بنقوله على الهواء. اللاعب الموهوب، اللاعب الجيد، اللاعب الاميز، مش المميز، اللاعب الاميز اللي هو موهبه حقيقيه ان شاء الله ده موجود في القطاع، يجي يوقع حتى لو يمضي على عقود احتراف، بس يكون لعيب مميز زي ما بيأشار إلينا الكابتن محمود بيبو بالنسبة لأي موليد من قطاع الناشئين. تمام كابتن بيبو. فلازم يا كابتن طبعا اللعيب لما يخش استثمار احنا بنختار اللعيب اللي هو فعلا موهبة،
اللعيب ده هيفيد القطاع، هيفيد القطاع. طب بالفعل جالك في الاختبارات الداخليه اللي كانت اقيمت في الاسبوعين الماضيين في لعيبه مميزه جت ومضت بالفعل؟ في لعيبه يا كابتن طبعا جت ومضوا، دخلوا طبعا بدون مقابل، لان هم لعيبه كوره عندهم كوره، واللعيب عنده فكر كروي. انا محتاج الفكر ده اطوره واشتغل على النواقص عنده، تمام، وابدا اعلي المستوى الكروي عنده، ابدا اديله الشغل اللي هو محتاجه، بنبدا نعلمه ازاي يقف على الملعب، لعيب جاي مستواه كويس جدا كرويا، بتبدا تديله الشغل الفني اللي محتاج عليه، اللعيب ده هتقدر بعد كده تستثمره في 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 انديه الدرجه الممتاز. تمام. اللعيب من خلال الخطوه اللي هياخدها معانا هيبدا هيتم انتقاله لنادي اعلى. انت كده قدرت فعلا بتساعد اللعيب من المكان اللي هو التحق بيه كابتن احمد، بعد كده بيبدا يتسوق بشكل علمي للانديه الثانيه، اللاعب بيقدر يكمل مستقبله في الكوره. لكن احنا شايفين النهارده كل القطاعات الازمه اللي بنمر بيها حلها كابتن ان احنا نركز على اللعيب اللي عنده موهبه كرويه. تمام. لازم نركز على اللعيب ده، وانا بقول على مسؤوليتي الشخصيه ككابتن محمد بيبو، بنقول يا جماعه دايما بنختار اللعيب لعيب كوره. تمام. لازم يكون لعيب كوره عشان يقدر يشتغل مع المدير الفني بالبرنامج اللي هيقدر يشتغل عليه. المدير الفني هيبدا يشتغل، اللعيب لما يكون بيشتغل وبيستوعب كويس هيقدر من خلال المدير الفني مستواه هيزيد. تمام. كابتن احمد، عايزين نتكلموا بقى عن قطاع البراعم بنادي الزمالك مطروح. طبعا القطاع بدا بالفعل تدريبات تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه، الملاعب اللي شغاله في او الملاعب اللي بيتمر عليها القطاع، عايزين نعرف نبذه عن تلك. والله حضرتك احنا بالفعل اخترنا بعض اللعيبه، انتقاء المدربين، انتقينا بعض المدربين المميزين والمؤهلين. لازم يكون مؤهل طبعا. تمام. وانا بحضرتك بصراحه يعني ان شاء الله اللي انا ناوي اعمله باذن الله ان يكون في ورش عمل هنعملها باذن الله، وهنعمل محاضرات مع المدربين. تمام. انا هكون اسيست لاي مدرب موجود. تمام. انا قلت ان انا هبقى كده، انا هبقى مساعد لاي مدرب. تمام. انا عايز ان شاء الله باذن الله ان احنا نقعد يبقى الموضوع ما بيننا تيم ورك مع بعض، هنتعامل يعني كل واحد محتاج حاجه من المدربين، انا طبعا يعني ما ينفعش خبراتي ومش هديها له. لا، ما هو ده الدور اللي ما بيننا ان احنا نتعامل كاخوات قبل كل حاجه. تمام. وانا ان شاء الله هتعامل مع هذا الاساس. ان شاء الله هكون متواجد في كل المباريات بحيث ان احنا نتعاون ان احنا نقدم شكل كويس. تمام. الموضوع مش موضوع صراع، لا. تمام. احنا خلاص بقينا تيم واحد، النتيجه لازم تبقى في الاخر تصب في ان احنا نعمل منظومه مميزه في المصلحه العامه باذن الله. تمام. ان احنا نحاول أكيد. نعمل برامج كويسين. برضو الحته بتاعت برضو مهمه جدا، المدربين حراس المرمى لازم يكونوا برضو نفس القصه مؤهلين. تمام. يساعدونا باذن الله ان احنا نقدم مرحله كويسه باذن الله في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، ونعمل نتائج باذن الله. المهم مع الاداء باذن الله، انا نفسي اعمل باذن الله نتائج ونافس. يكون في بوزيشن معين كابتن محمد بالنسبه للاختبارات، وما زلنا في اختبارات قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي، التدريبات كابتن، يعني المباريات الوديه، هل في جاهزيه ولا لسه في فتره اعداد؟ لسه عندنا من فتره الاعداد ان شاء الله اسبوعين، ونبدا بعدهم ان شاء الله المباريات الوديه بشكل ايجابي، بس يكون طبعا استقرينا عملنا ثبات للتشكيل، لاعبتنا خلاص جاهزه ان شاء الله ان احنا نبدا مباراه الوديه، عشان من خلال المباراه الوديه نبدا لو في اخطاء نبدا نصلحها بعد كده مع اللعيبه. تمام. في التدريبات والوحدات التدريبيه اللي بنشتغل عليها، خلاص اللعيب بدانا الماتشات وديه، يبقى خلاص هنبدا بطوله، يبقى اللعيب عنده فعلا جاهزيه ان انت داخل بطوله، ان انت لازم تعمل مركز كويس لاسم النادي. تمام. احنا مش بنعمل فرقه وبنعمل كيان علشان نيجي نخسر نتائج او نعود لاعبتنا على هذا الاساس. احنا من خلال النادي لازم اللعيب يعرف ان انت بتلعب في نادي ممتاز بيه. تمام. طب بالنسبه كابتن، يعني حددتوا المباريات الوديه ولا لسه بعد فتره الاعداد مباشره؟ لا والله احنا في كام نادي الحمد لله متواصلين معاهم. تمام. بس احنا طبعا عايزين نجهز لاعبتنا بشكل كويس. تمام. شكل يليق طبعا بقطاع بقطاع نادي الزرقاء. تمام. عشان لما نيجي نبدا ماتشات يبقى فعلا يا كابتن النادي عندك لعيبه، انت ليك شكل طبعا على الملعب، اللعيبه بتفرض سيطرتها بشكل كويس، اللعيبه تقدر تنفذ شغلك اللي انت حاطه مع اللعيبه، في تكتيك هنشتغل عليه، اللعيبه فاهمه بتنزل هتعمل ايه في الملعب، فده كله بنوصل لاسم القطاع. لازم كلنا ننجح زي ما الكابتن فواز قال الكلام ده،
احنا عايزين كلنا كمنظومه ننجح، لازم في نتائج، في نتائج. تمام يا كابتن. معنا مداخله هاتفيه الكابتن فريد الجزار المعلق الرياضي بالتلفزيون المصري. اهلا وسهلا كابتن فريد. كابتن احمد برحب بيك وبضيوفك الاعزاء كابتن احمد وكابتن محمد بيبو وحبايبي طبعا. الله يخليك كابتن فريد. الله يخليك كابتن فريد. كابتن فريد في البدايه عايزين نتكلم عن طبعا احداث المجال الرياضي والسوق اللي اتملى بالدخلاء في مجال الرياضي والاستثمار الرياضي تحت مسمى الاستثمار او تحت مظله الاستثمار الرياضي. كل من هب ودب بدا دخل في المجال بدون هويه، يعني بدون صفه مدرب، بقت مهنه اللي ملهوش مهنه او ملهوش شغل يخش في هذا المجال. ايه رايك في الوضع الحالي المريب والعجيب في الموجود على الساحه الرياضيه الان؟ بص يا كابتن احمد، اتكلمت في القصه دي كتير ودايما بناشد بيها يا جماعه، لازم يكون في تقنين اوضاع، لازم المدرب يكون حاصل على الشهادات المؤهله ليه ان هو يكون مدرب محترم. تمام. مدرب يفيد الولد. انا سمعت كلام حضرتك مع الكابتن احمد والكابتن محمد بيبو، كلام محترم جدا، ان هو عايز لعيب كوره، لعيب كوره اه نعم ممكن يدفع رسوم، لكن في النهايه انا افيد الولد والولد يفيدني. تمام. كلاعب كبير، كلاعب كويس، اقدر ان انا اظبط له الدنيا يعني. تمام يا كابتن. لازم يا جماعه ارجوكم ارجوكم نخلي بالنا في حته، لازم الولد ينتقي الحاجه بشكل كويس وبشكل جميل عشان اقدر افيد الولد فيما بعد. اي نعم بيدفع رسوم 2000 3، لكن في النهايه ان انا اديله الامكانيات ان هو يلعب في ملعب محترم، اداره محترمه، جهاز محترم، فاهم كل شيء، مدربين على اعلى مستوى. النهارده كابتن احمد كل من هب وتهب النهارده بيفتح اكاديميه، طيب تمام، وبعد الاكاديميه ده نوع من السبوبه، يعني النهارده انت هتدي الولد، لكن النهارده اقول لك تعالى انا عندي نادي استثماري، نادي فيه مدربين على اعلى مستوى، النهارده في نادي موجود بشكل احترافي، انا باهل لك الولد عشان اطلع لك منه لاعب كويس، حتى الولد لو 50-50، ان انا بقدر اشتغل معاه سواء فني بدني، باهل الولد لمنظومه محترمه ان هو هيكل البدن بتاعه يكون بشكل كويس، لكن النهارده شايفين نوع من النصب، نوع من الاحتيال اللي اصبح موجود بشكل كبير. يقول لك في نادي فلان وارقام خياليه، احمد 30 و20 الف بنسمع ارقام خياليه فعلا يا كابتن فريد، تحت مسمى الاستثمار الرياضي، وده في النهايه يودينا لحته ان الكل بيبص للاستثمار ان هو اي، لا يا جماعه، ما في ناس محترمه في انديه محترمه تقدر ان انت تفيد الولد وتستفاد كولي امر ان الولد بيلعب في نادي محترم، وفي نفس الوقت تديله الامكانيات ان هو ياخد طقم محترم، شنطه كور، ملعب جميل، مدربين على اعلى مستوى، ايام الاسبوع انتظام. فبالتالي النهارده عايز ايه غير ان يكون نادي، مش مشكله الفلوس، لكن النهارده زي ما قلت لحضرتك الموضوع اصبح يعني سيء يا كابتن احمد، دخل في بعض الدخلاء اللي ما لهمش علاقه بالكوره تماما. تماما. النهارده احنا بنناشد اتحاد الكوره قنن الوضع، يكون في تقنين، يكون في رقابه، يعني النهارده في احتياج ونصب على اولياء الامور زي ما حضرتك عارف وبشكل رهيب، ومش عايزين نذكر اسماء، والله العظيم يا كابتن احمد في فعلا صح غريبه يعني حاجات ربنا يصلح حالك كابتن فريد كده ان شاء الله وتزول هذه السلبيات. شكرا جزيلا كابتن فريد الجزار المعلق الرياضي بالتلفزيون المصري. كابتن احمد، ما زلنا بنتكلم عن قطاع البراعم بنادي الزمالك واللاعبين المنتقين اللي هم المميزين المنتقين من الاختبارات. فعلا تم هيكله القطاع وتم تشكيل اجهزه فنيه. انا لحد دلوقتي يعني بدات اعرف على نقط كتير قوي من اللعيبه المميزه. البدايه اظن كانت في خلال الاسبوع ده او الاسبوع اللي وراه. بالظبط. انا اسبوعين بالظبط كده. تمام. بدات ان انا ابدا اتحرك باذن الله على انتقاء اللعيبه في مراحل البراعم يعني. هم عاملين كده حتى نظام دلوقتي، ما ينفعش تنقي البراعم مثلا على المستوى اللي في الانتقاء، ما ينفعش تنقي مثلا 5 لعيبه او 6 لعيبه مميزين والباقي مش مميز. تمام. دلوقتي
عاملين حتى في البراعم نظام كده ثلاث اشواط، بالانس توازن ما بين تمام. هو حتى هي دلوقتي بقى فيها ذكاء شويه يعني حتى النظام. انا كنت في مراحل الناشئين كنت قبل كده، ومراحل البراعم كنت شغال فيها، ما كانش النظام زي دلوقتي. تمام. النظام دلوقتي بقى فيه اشواط، ولازم تنزل تيم غير تيم، وفي تغييرات كده بتحصل بنشوف في البراعم. فاللي انا عايز اوصل لحضرتك ان لازم الانتقاء يكون كويس على المستوى من 2011 حتى مستوى 2007. ما ينفعش ان انت تنقي لعيبه متوسطه على قد ما تنقي لعيبه مميزه. تمام. بحيث اللعيبه ديت تبقى ليها مستقبل وكده، ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم يعني، ويكونوا بوابه باذن الله نادي الزمالك يكون بوابه ان شاء الله للدوري الممتاز باذن الله. وباذن الله برضو باذن حضرتك ان شاء الله في سفر لاوروبا. تمام. وفي الامارات باذن الله، وفي الكويت برضو ان شاء الله. سفر لتلك البراعم بياخدوا من مراحل البرايم يعني حضرتك من بدا من الناشئين على شركات متواصل بس المراحل في وضع مريب احنا اتكلمنا عليه. تمام. طبعا بالنسبه للشركات دي يا كابتن احمد التخوف، وهل والواد بيدفع مبلغ 40,000 عشان يسافر بره؟ ما بص حضرتك بقى وهننزله قريه معينه في محافظه البحيره اتلم من حوالي 70 فرد مبلغ 40,000 جنيه. بص ولا شركه معينه في الاسكندريه. ما بص حضرتك دلوقتي انا مثلا عشان اوضح بس اللي على الهوا. تمام. انا عايز اشوف هل الواد اللي طالع ده بموهبته ولا بمقابل. لا بص اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا دلوقتي مثلا لما بتعامل انا مثلا الحمد لله رب العالمين انا ليا سمعتي الحمد لله. تمام يا كابتن. اهم حاجه اللي انت عامل مع ناس باحترام. تمام. وده اللي انا حتى كنت في السعوديه بتعامل بيه في اي في نادي الاهلي في اي مكان كنت اتعامل، اهم حاجه يكون الاحترام متبادل. ما انا هكمل لحضرتك الموضوع بموضوع ايه. انا بتعامل مع حد باسمي، فانا مع احترامي ليك مش هاخد مقابل من اي حد مهما كان المقابل ان انا اضيع سمعتي. تمام. ان انا شغال اصلا بسمعتي. اكيد. تمام. فانا بيجي لي انفيتيشن في اوروبا مثلا. تمام. او بيجي لي مثلا في دول عربيه. بحب اتواصل مع مين؟ مع ناس في ثقه برضو ما بيني وما بينهم، ولي الامر بيتعامل معايا او الشخص بيتعامل معايا او اللعيب اذا كان درجه اولى او في مراحل الناشئين بيتعامل معايا انا كشخص. انا مش بخلي لي ثقه خالص بالشركه او السبونسر الموجود ان هو يتعامل معايا. انا بتعامل معاه دايركت على طول. والولد بيتعامل مني دايركت خلاص، عارف انا ان هو مع الكابتن فواز بيتعامل معاه ازاي. تمام. بيجي الانفيتيشن، انا لما بحب اتواصل مع الشركات ديت ما ينفعش ان انا اودي لعيب مستواه متوسط ان في وشي انا. تمام. لازم اودي لعيب المميز اللي انا شايف. ما هو برضو انا مش بودي وخلاص. طب اللاعب المميز على مستوى هل اللاعب المميز في المراحل ديت يعني شركة 3W اللي شغالة اختبارات على مستوى الجمهورية على مراحل البراعم والناشئين وشغالة. ما انا هقول لحضرتك. بقول لك وبنسفروا بره. طب هيسفروا بره على أي أساس؟ ما انا هقول لحضرتك. أنا مثلا كان معايا مثلا لعيبة كانت في النادي الأهلي. مش شرط الإقامة كابتن أحمد لولي الأمر ولا لا يشرط؟ لا، ما هو في الانفيتيشن بيبقى ليك إن أنت كزيارة ينفع ولي الأمر يسافر. طب الواد برعم. ما انا هقول لحضرتك. اولا مراحل البراعم دي كلها مراحل ما تقدرش تقيم الولد كويس. تمام. ان هي مراحل نمو. تعلم. نمو ومراحل نمو كمان. تمام. هي حته فيسيولوجي وبيولوجي ان الولد في المراحل دي بيحصل في مراحل النمو والبلوغ ممكن مستواه يتغير راسا على عقب. تمام. يعني انا كان معانا كتير لعيبه جدا في مراحل البراعم والناشئين والله مش عايز اقول حاجه بطلوا كوره. المراحل دي بيتغير ولد فيسيولوجي في حته بالذات الفيسيولوجي بالذات ممكن ولد تلاقي ولد في البراعم مستواه عادي جدا بعد مراحل البلوغ يتفوق جدا. اكيد طبعا. فافضل مراحل انت تنتقي فيها اللعيب نضج. تمام. هو حاجه مش مراحل النمو تبقى مثلا خلاص اكتملت عنده. فمراحل الناشئين هي افضل انتقاء. فانا بفضل ابص برضو في الانتقاء ان انا ابص على الولد على المستوى اللي انا موديله. مع احترامي لحضرتك الدول العربيه كل افريقيا بيروحوا لها دلوقتي. تمام. الدول مثلا الاوروبيه ليها مستوى معين كل مكان لها اهتمام. فلازم المدرب برضو حضرتك اللي بيتعامل مع الشركات او الشركات اللي بتبقى مسؤوله عن حاجات زي كده مع احترامي لحضرتك كل لعيب ليه مستوى. تمام. مش هجيب لعيب مثلا مستواه مثلا متوسط تعالى انا هوديك اوروبا. لا، هو بالعقل لازم مستواه يكون افضل من اللي في اوروبا انما مش هياخده. تمام يا كابتن احمد. طيب معانا مكالمه هاتفيه للكابتن يوسف طاهر نجم منتخب مصر والاتحاد السكندري السابق والمشرف العام على قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي. اهلا وسهلا كابتن يوسف. كابتن احمد ازي حضرتك وضيوفك المحترمين الكباتن الكبار يعني وما شاء الله يعني شغل علمي وما شاء الله على الموجودين يعني. حبيبي كابتن يوسف انت اخبارك ايه وصحتك كابتن يوسف عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن وان شاء الله يعني الكل يعني في المنظومه يبقى عند حسن الظن ان شاء الله يعني. ان شاء الله. تشكيل الاجهزه الفنيه كابتن يوسف بالنسبه للقطاع بالنسبه للاختبارات القادمه باذن الله للمحافظات القادمه الاسبوع المقبل باذن الله. هل في من جديد ولا خلاص كده تم الاعتماد على الاختبارات الخارجيه؟ قررت يا كابتن يوسف؟ اتفضل.
والله يا كابتن، يعني انا بس عايز اشيد بالمنظومه في قطاع الناشئين والبراعم بنادي الزرقاء، كلهم ناس مدربين على مستوى عالي من الفكر والاخلاق طبعا الاول. تمام يا كابتن، وان شاء الله كله هيبقى في خدمه اللعيب. احنا طبعا الكباتن اتكلموا بفكر متطور يعني علمي، احنا عايزين نعمل حاجه للولاد دي، يعني الولد دي يبقى لعيب كوره في خلال 3 سنين لو هو سنه صغير، عايزين يبقى طموحه اعلى من كده، وان شاء الله اللي يطلع بره والانديه الكبيره. ده تمام. الهدف يعني من المنظومه كلها، فان شاء الله يعني خير، وان شاء الله في عده لاعبين يعني على مستوى الاعمار السنيه في البراعم او الناشئين في نادي الزرقاء، ما شاء الله ان شاء الله يعني 2 3 سنين دول هيبقوا في الدوري الممتاز ان شاء الله كابتن يوسف باذن الله. شكرا جزيلا كابتن يوسف طاهر، نجم نادي الاتحاد السكندري والمشرف العام على قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. كابتن بيبو، احنا بنتكلم عن قطاع الناشئين بنادي الزرقاء، بالنسبه لبقيه الفرق، يعني انت شايف المستويات يعني الحمد لله بدات تتطور، لان لسه احنا في بناء قطاع. لا انا شايف في تطور كويس جدا، شايف فرقه 2001 الهيكل كويس جدا ما شاء الله. تمام. الكابتن محمود شغال معاهم كويس. لفرقه 99 شفتها كويسه. فرقه كويسه يعني، في شكل كويس جدا للقطاع، لان احنا بنشتغل باسلوب علمي مع اللعيبه. تمام. فاعتقد ان ده طبعا صراحه كابتن يوسف طاهر بيشكر في المدربين وفي الشغل العلمي. الحمد لله يا كابتن، لان حضرتك طبعا بتختار مين المدربين اللي تشتغل مع الاولاد، لان ده امانه. تمام يا كابتن. ده امانه ربنا يحاسبنا عليها، لازم طبعا نشتغل بطريقه علميه مع اللعيب اللي بيجي، عشان يقدر نطور من مستواه، يقدر يكمل مستقبله الكروي والمشوار الكروي يا كابتن، لان الكره طبعا يعني امر مش سهل زي ما الناس متخيله. تمام كابتن. كابتن احمد، برضو ما زلنا عن البراعم وطبعا تسويقها خارجيا، ولكن انت اشرت لنقطه جيده جدا، اللاعب الموهوب المميز المنتقي من الاختبارات، او اللي انا شايفه انه فعلا هو ده اللي يستاهل يمشي، وهو ده اللي هيتم اختياره. ما بصفرش حد كده ايه على الفاضي زي ما بنقول. احنا كده كده حضرتك حتى يعني في التسويق دلوقتي او هو في الماركتنج عامه دلوقتي، الناس اول حاجه بتبعت يبقى عندك داتا للولد دوت، ده بيبقى اهم عناصر فيها ان هو الفيديو. الفيديو تمام. بحيث عم يسافر. ما هو حضرتك هو لا دي ليها شقين. شقين على الطبيعه وممكن ابعت فيديو. ولا انا بتكلم على الشق الاولاني اللي هو شق الثقه، هل ان انت بتتعامل معاهم عارفين ان مين انت تبعت مين معاه. تمام. لو حد مش عارفه فبعمل حاجه تاني، ان انا ببعت الفيديو ان هو بيشوف الولد ده مين، صح، بيشوف ان الولد دوت اداؤه ازاي. ما ممكن مثلا حضرتك انا بعمل تزكيه شويه على الولد، ان انا بشوفه بعينيا. تمام. وانا بعمل له قياسات طبعا بعد ما بشوف الولد، ان ممكن الولد يكون عامل فيديو كويس جدا يكون مع المستوى اللي بيلعب قدامه متوسط او تمام. مستوى ضعيف، لكن انا بعد ما بشوف الفيديو بتاع الولد او اشوف الولد اللي انا اكون اصلا عارفه، بعمل مباراه وديه قويه جدا مع مستوى قوي، يظهر ان الولد دوت يكون مميز. ما هو لازم يكون مميز، يعني مثلا انا مثلا هطلع لعيب مثلا عنده 17 او 18 سنه. تمام. لازم ده اللعيب ده يكون من افضل اللعيبه الموجوده في مصر. انت هتسافر ولد بناء على ايه؟ ما كل دول الدول العربيه اصلا فيها اصل لعيبه كوره، يعني الواحد مع سفر وسفر لعيبه موجوده بالفعل، في لعيبه عايزين الاميز بقى، الحاجه اللي عايزين لعيب اللي هو مش موجود عندهم. ما هو دلوقتي انا محترم حاجه زي مظروف في مصر هنا. انا ما اجيبش لعيب افريقي في مستوى اللعيب المصري. في فوارق. انا بدفع فلوس. ايوه احنا دلوقتي هنشوف حضرتك مثلا يعني الدولار والعمله والدنيا دي، ما يعني الدنيا غاليه. انا دلوقتي اجيب لعيب مصري لو قدراته اعلى من لعيب افريقي، اجيب لعيب افريقي ليه؟ لازم اجيب اللعيب الافريقي اللي يعمل لي الفارق. تمام. اللي يكون افضل من اللي عندي. وبتأيد برضو انت الكلام ده كابتن بيبو. اللي بيكون اضافه. طبعا انا ايد اي لعيب مصري اللي هو بيكون اميز وافضل من اللي عندي. 17 سنه يا كابتن فريستي. تمام. طب في ختام هذه الفقره طبعا حابب تشكر حد معين كده؟ طبعا انا بقدم الشكر طبعا لوالدي ووالدتي، بقدم الشكر طبعا للكابتن مجدي الكوتش طبعا مشرف عام النادي الاهلي. تمام. بقدم له الشكر طبعا للاستاذ سعد يعني الاشقر، ده حد يعني نبذه تاريخيه طبعا بنتكلم عنها. وبنشكر طبعا كل المدربين الافاضل اللي فعلا بيشتغلوا بطريقه علميه. تمام. بنقدم الشكر طبعا لكل المنظومه الكرويه على المستوى المصري. كابتن احمد، حابب تشكر مين في ختام هذه الفقره؟ طبعا انا بجد دي فرصه سعيده جدا الواحد يعني انه مفتوح انه يشكر حد، فطبعا
امي طبعا ربنا يبارك في صحتها، اختي طبعا، واخواتي دول فوق دماغي ساعديني. طبعا سلمى وساجده وسهيلة وسفيان اللي عدي بقى ما شاء الله طبعا، وزوجتي الناس اللي تعبت معايا طبعا. يا كابتن احمد بشكر حضرتك جدا حبيبي كابتن على ثقتك فيا، وباذن الله يا كابتن انا طموحي مع حضرتك كبير جدا، ان انا باذن الله هحاول ان احنا يعني اعمل شغل مع حضرتك باذن الله، ان احنا نكون في فرقه مع حضرتك في الدوري الممتاز ان شاء الله، هنعمل معاها فعلا شغل كويس جدا مميز. بشكر كابتن عاطف حموده مدير مركز اولمبي بالمعادي، راجل فعلا مش عايز اقول لحضرتك بيعمل مجهود كبير جدا في المركز الاولمبي. بشكر الكابتن جمال فواز، كانت ده اخويا تمام. بس بجد بشكر كل مدرب اتعاملت معاه في الفتره اللي فاتت، انا سعيد جدا ان انا عندي الفرصه ان انا اشكر حد يا كابتن احمد فوق دماغي تمام. كل مدرب اتعاملت معاه انا ولاعب او مدرب معاه في الملعب، ابناء اللاعبين اللي انا بتمنى باذن الله ان انا ان شاء الله ليا لعيب يعني في اوروبا عبد الله اشرف، واتمنى باذن الله ان يكون ليا لعيبه تانية في اوروبا باذن الله ان شاء الله كابتن، وفي مصر باذن الله يا كابتن احمد. وانا سعيد جدا جدا بلقاء حضرتك كابتن، ربنا يخليك احمد. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر الضيوف الكرام، الكابتن محمد بيبو المدير الفني لفريق نادي الزرق الرياضي مواليد 2005، وبحب اشكر طبعا الكابتن احمد فواز المدير الفني لقطاع البراع بنادي الزمالك مطروح. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك، هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام في الفقرة الثانية، فقرة طبعا الكابتن محمد فتحي المدير الفني للفريق الأول بنادي حدائق حلوان، والكابتن رمضان الزوق مكتشف المواهب بمحافظتي الدقهلية والشرقية.